صباح الخير مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج الحدث. اليوم العناوين كثيرة، لعل أبرز هذه العناوين ما قاله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لصحيفة النهار اليوم عن المفاوضات مع صندوق النقد الوفد. من سيتضمن؟ سيتضمن الوزراء كما قال الرئيس ميقاتي، الوزراء المعنيين على أن ينضم إلى هذا الوفد الوزراء عندما وزراء آخرين عند الحاجة، وأيضا مستشارين طبعا. وهنا نعود إلى الإشكالية التي حضرت عن تشكيل هذا الوفد، إذا كان سينضم له مستشاري رئيس الجمهورية أو لن ينضموا. اليوم ضيفي في برنامج الحدث الخبير الاقتصادي المستشار المالي دكتور غسان شميس، لا نطلع معه على أبرز العناوين المالية اللي ناطرتنا اليوم على الساحة، سيما القرارات اللي صدرت عن مصرف لبنان التي تعني المواطنين بشكل مباشر، المواطنين يلي صاروا عم يسحبوا 400 دولار بالشهر و400 دولار تانيين على ال 12,000 ليرة، كيف عم يسحبون؟ قد ايه بدنا نضل هيك؟ والقرار اللي صدر منذ فترة أيضا اللي بيسحبوا فيه الناس الدولارات القديمة اللي عندهم إياها على 3900 ليرة، وكان في كلام عن رفع هذا المبلغ، ولكن بعد ما وصلنا إلى أي نتيجة ويبدو أنه لن نصل بالمدى المنظور. دكتور، بالإضافة طبعا إلى المفاوضات مع صندوق النقد، هل يستطيع لبنان تنفيذ شروط صندوق النقد للدخول للتوقيع معه أو لا؟ بداية بدي بلش، بس خليني أقول كمان أنه راح يكون معنا مداخلة من كميل شمعون، كميل دوري شمعون، لنحكي معه عن اللقاء اللي شفناه منذ يومين أو ثلاثة بالسوديكو، لقاء موسع ضم بعض الشخصيات والأحزاب تحت عنوان لقاء السيادة. بداية معك دكتور شمس مجددا، صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، بونجور لك وللمشاهدين الكرام. بداية بدي بلش من الناس، من عند الناس، شو بهمهم هلا يسمعوا؟ بهمهم يسمعوا هلا القرار يلي إذا حدا معه مصاري بالبنك وعلقانين، القرارين يلي هن 152 و 151، شو عم تهز براسك؟ ايه 158 تعميم تعميم مصرف لبنان، مش 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 إشكالية. 158 151 هلا 151 اجى قبل 158 بكثير، اجى قبله بسنة تقريبا، ويلي خلص مفعوله بآخر الشهر الماضي وتم تجديده بتعميم جديد اللي هو ينص على السحب على 3900، نعم، لغاية 1 جانفي، يعني لأول كانون الثاني، يعني أول شباط. كانت العالم منتظرة أنهم يزيدوا هال يعني إذا بدك سعر الصرف الإضافي، لأنه نحن عندنا من غير شهر صار أكثر من 10 أسعار للصرف العملة حسب على أي منصة بين هلالين أو بين مزدوجين. فكانت العالم منتظرة أنه تنزاد هالقيمة، نحكى ب 6800، نحكى ب 7000، نحكى ب 10000، ولكن صدمت العالم، صدمنا كلنا أنه ما تم زيادة هالشي تحت إذا بدك ذريعة أو تحت منطق أنه ما فينا نزيد لل 10000، بتزيد الكتلة النقدية بالبلد، وهالكتلة النقدية يعني أنا ممكن أنه تخلق تضخم أو تزيد سعر الدولار. وأنا بعتبر هذا شيء خطأ تقني وخطأ علمي كبير، لأنه قد ما كان سعر الصرف يلي المصرف المركزي بيسمح فيه بالنسبة لهالدولارات، يعني أنا بسميها ما تسمى عرفا لولرز، بس هي اسمها دولارات مصرفية، أنت اليوم في عندك سقف للسحب بالليرة اللبنانية من البنك. لو معك مليون دولار بالحساب على اي شو اسمه هيدا سعر صرف 3910، ما فيك تسحب اكثر من 3 أو 4 مليون أو 5 مليون، ما هيك؟ اذا ما حتزيد الكتله الناديه، بالعكس بخف الهركه على العالم، بخف الهركه على العالم، اكيد. وهيدا اللي ما عملوه. انا هون اتاسف لانه بالنتيجه جمعيه المصارف او المصارف، يعني لا اقصد بالجمعيه كمؤسسه، مجموعه المصارف والمصرف المركزي بهالموضوع هاي، يعني سوا انه خليه ما عملوه لسبب واضح، لانه ما بدهم انه يخف الهركات على الناس. هلا رايحين على مساله انه تحديد الخسائر بعد هون شوي، هون هونيك الكارثه الكبيره، انه لحد هلا ما حدا دفع يمكن قد الناس، مزبوط. ما دفعوا مزبوط. من الخسائر مزبوط. تفضل. ما حدا دفع الا الناس، الا الناس، مش صحيح. حدا الناس صح. حدا دفع الا الناس صح. وانا بعتبر في مراوحه واضاعه وقت
لحد اليوم نحن ما في عنا كابيتال كنترول. البلد الوحيد يلي فات بأزمة نقدية مخيفة لمدى سنتين، لو عم نقول شهرين منقول بعدنا عم نلملم جراحنا، ولو صرنا سنتين نحن الانيفرسير السنتين جاي من غير شر بعد 15 يوم. طب ولو ما عندي أنا بعد، ما بدي أقول قانون أخي، مبدأ معين حدا طلع قال هيدا هيك بده يصير عملية الكابيتال كنترول، مين بحق له يسحب مين لا. طبعا بغض النظر عن تحديد الخسائر يلي كل يوم بيطلع رقم جديد. هلأ اليوم نحن شفنا، أنا مثلا طلعت على اللي بينشر المصرف المركزي من شو اسمه من بالانس شيت، صفينا تقريبا ب 67 مليار حجم الفجوة. كنا بال 40 بال 50، نحن هلا طلعنا على 67 ويمكن بنطلع على 70 او 80 باخر السنه، يعني شيء ما بيريح. طيب كانت الناس منتظره انه يتم تعديل هذه التعاميم وانه لا يخف الهيركات عليها، ما صار هذا الشيء. بانتظار هلا كمان في مفاوضات مع صندوق النقد لازم يبتوها قبل اخر السنه، هلا بنبلش فيها. نعم. في التعميم الثاني اللي هو 151. نعم. اللي هو بيتعلق بال 400 دولار وال 400 الثانيه 158. ايه عم ضيع بيناته بين 151 ما في مشكلة. هو اللي هلا الناس يعني عم بتروح تسحب ال 400 دولار تبعولا. نعم. الفريش. نعم. وال 400 دولار التانيين يلي هن عم ينقسموا قسمين، حتى مش كلهم عم ينعطوا كاش. كاش و كاش وكارت. كاش وديجيتال يعني. ايه تماما ديجيتال. الى اي مدى هيدا بيقدر اذا بدك يحد خسارة الناس؟ انا بعتبر انه هيدا التعميم 158 كان تعميم مهم، وفيني اقول ما بدي اقول صائب لان انا مش مطلوب رايي يقول اذا مزبوط ولا لا، العالم بتقرر كل واحد عنده كيس، بس كان ضروري بالنسبه للسوق. لانه يعني وراء الاكمه ما وراء، هيدا ما انعمل ليفرجوا عن اموال العالم، هيدا انعمل لحتى يبلشوا يحضروا لرفع الدعم، وهيدا يلي صار. يعني انا ما بقدر اعطيك مصرياتك كلياتها على 3900 وفي ليلة ما فيها ضوء أمر نوعا نقول رفع الدعم، مصير ومع حد من كمية السحب من البنوك. ما بيصير يعني، هيدا معناتها يعني ما بيصير، بدك تعطيني حبل نجاة. فكانت مدروسة ونحن حكيناها وقلناها على الإعلام من أول ما بلشت تطلع وكذا، إنه هيدي مش معمولة هيك لسبب بريء، إنه ما عليه اشتعى يا مواطن حرام خد لك 400 فرق. لا، هاي انعملت لرفع الدعم. نعم. وهذا يلي صار. إذا اللي بعطيك إياهم من هون، يعني أنا بعطيك بهالجيبة بأخذوا منك من هالجيبة، لأنه مجرد ما مش السيستم ومش التعميم، ولاحظي ولاحظوا المشاهدين التوقيت يلي صار فيه الديدلاين، توقيت الديدلاين تبع هل هيدا إجا قبل بعد بجمعة من رفع الدعم، وهلا رجعوا مددوه شيء، هلا رجعوا مددوه إنه معليش نعطي بعد شهر لأنه خلص مشي الحال. رايت. إذا تعميم 158 أنا برأيي اللي قدر يستفيد منه أو اللي حابب يستفيد منه طبعا ضروري يقدر يستفيد منه، لأنه عم يقدر يسحب من المصرف اللي هو فاتح حساب فيه 400 دولار فريش و400 دولار تاني متفضلتي وقلتي نص بنص، ولكن على 12000 وقد تزداد هل هيدي يمكن سعر. لأن هلا هني سموه بس هيدي طريقة، بس هيدي طريقة تانية للتخلص من أموال الناس كمان. يعني أول شيء بنعطيهم على 12000 ليرة لحتى يروحوا يصرفون ويشتروا الأغراض فيهم يلي صاروا على أساس ال 25000 ليرة الدولار. وال 400 دولار يلي بياخذوهم فريش كمان بيروحوا بيصرفون بيبيعون، هيك نحن كمان نرجع ناخذ الدولارات. اكيد اكيد. ما هو شو يلي صار، انا ما بقدر مد ايدي على الاحتياطي الالزامي، والبنوك يلي ما بنعرف بعد لحد اليوم اذا قدرت تكون الراس مال يلي هو التعميم 154 لزيدك من البيت شعر ما دام عم نحكي بالخمسينات، هذا التعميم 154 يلي كان مفروض يخلص بشباط الماضي. نعم. انه زيدوا 20% من راس المال وعملوا كونوا بروفيجن 3% لدى المصارف المراسلة من قيمة الودائع يلي عندك يا بنك، مش يعني لحتى ما في ليستا ما منع شو صار. البنك المركزي قال رح نعطي مجال لآخر السنة، في ناس ما قدرت تكون هل هيدا، في ناس بتحكي على انه احد المصارف الالفة او كذا بنك من الالفة، ما منعرف بدنا نشوف ليستا. فلوين بدي اوصل بهالموضوع،
بدي اوصل بموضوع انه انا ما بقدر مد ايدي كمصرف مركزي على الاحتياطي الالزامي بعطيكم اياه من تاني ميل من ميل انه تعوا يا مصارف اعطوهم 400 بنرجع من لمون من السوق. هذا اللي عم يصير. لانه شو عمل المصرف المركزي؟ المصرف المركزي وقت اللي اجى قال انا ما بقى فيني بيع دولارات على 1500 او على 3900. شو عم بيجي بيقول وقت بلشنا برفع الدعم عن المحروقات؟ قلنا ايه دولار المحروقات ب 8000 بالنسبه للمستورد طبعا. والباقي منين عم بيجي؟ مصرف مركزي عم بيشتريه من السوق. من سلفه لخزينه الدوله وزاره الماليه. يعني رجعنا على مبدا الهندسات الماليه. هذا ما عاد هندسه ماليه، هذا جمباز مالي، هذا كونتورسيون ماليه. ما بعرف شو كونتورسيون بالعربي يعني، بس انه ما هذا شغل. يعني انا بلاقي انه ما يعني لا يسمن ولا يغني عن جوع. طيب ولو حطوا حل، عدوا عملوا خطة، ما بدها شيء، امسكوا ورقة وقلم. الخطة هلأ بتتذكر، كلنا بنتذكر والناس بيتذكروا لما تشكلت حكومة حسن دياب، قلنا أنه في تفاوض مع صندوق النقد، صار في انقسام سياسي. في البعض قال أنه لا، نحن ما فينا لبنان نحطه مع صندوق النقد لأنه هيدا بمس بسيادة البلد وبقراره السياسي. وناس اقتصاديا قالوا ما فينا نروح نحطه مع صندوق النقد بتفاوض لأنه صندوق النقد عنده شروط، وشروطه مش بس أنه وضع خسائر على الناس، وضع خسائر على الجميع. وبوقتها وضعت خطة وشاركوا فيها الوزراء وخطة التعافي المالي، وسقطت هذه الخطة من بعد الاصطدام الداخلي فيها، من بعد ما تخنقنا بين بعضنا. وأنه من بعد ما كان في رفض واضح من المصارف بأنه ما بدهم يشاركوا بدفع الخسائر، صح؟ مزبوط. هلا هني ما هيك قالوا، بس اللي انت عم تقوليه 100% مزبوط. خطه التعافي اللي حطتها لازار، وهلا رجعت بينت لازار على بلشنا نسمع بلازار مجددا، وما في مانع يعني شو طرحهم، يعني ما في اي افكار مسبقه عن حدا بالنسبه للاقتصاد. طيب وين بيت القصيد بكل هالموضوع؟ بيت القصيد هو موقع المصارف من هالخطه. الخطه انا برايي كانت متهوره بطرح فكرة انه تعوا عملوا بس خمس مصارف، بدل ما تيجي تقول عملوا بين بعضكم مرجر اكوزيشن استحواذ ودمج وكذا. قالت بسكر كل شيء مصارف انا وبعمر خمس مصارف جديدة، قامت الدنيا. الله الله. طيب بس بغض النظر، هي فكرة واضحة وفكرة جلية. ليش؟ لانه انا اليوم في شيء بسموه كاسكيد اوف ديت، يعني شلال الدين. شو هو شلال؟ ليش ما بنفهمه بهالطريقة؟ شو هو شلال الدين؟ هيك بلش المودع، لنقول المودع مودعي لبنان، حطوا مصريتهم مع البنك. البنك يعني مع المصارف. إذن في دين بين المودع والمصرف. هيدا أول نقطة. البنك إجا قال أنا ليش بدي روح دين شركات ودين عالم وإشتري بيوت؟ بعطيهم شوي، ولكن الأغلبية بحطها مع المصرف المركزي. مش هيك؟ بيجي أنا بحطها مع المصرف المركزي أو مع الدولة بواسطة يوروبوند، بلا ما نلبكها. إذن حطوا مصرياتهم المصرف المركزي. الدين رقم اثنين بنفس المصاري، دين بين مركزي والمصرف. قام اجى المصرف المركزي مول الدولة ومول سنة عجز الميزان المدفوعات و فالدين بالنتيجة هون المنطقة اللي عم بيستعملوا. البنك بيقول يا اخي انا قاعد بالنص، انت يا مودي اعطيتني مصرياتي، انا اعطيته مصرف لبنان، شو شغلك مع مصرف لبنان؟ هذا شيء مرفوض لانه تعاقديا مش مزبوط. وهذا شيء مرفوض لانه انت كمصرف كجهه انه مش الناس بس بدها تدفع خساره، انت كمان بدك تشارك بدفع الخساره. مثلك مثل الناس، مثل الدوله. بعد لم تعلن الخساره، هون المشكله الكبيره.